سلطه حلوه جدا، سلطه حمص معاها شويه خضروات بسيطه وزيتون. ايه بقى المقادير؟ معايا كوبايه من الحمص المسلوق. دلوقتي الحمص بيتباع في علب كان كده، علب صفيح في السوبر ماركت، حلوه جدا. هي بس قصته كلها ان انت لما تطلعيه من العلبه تشطفيه شطفه خفيفه تحت الحنفيه كده، عشان هو بيبقى متخزن في ميه فيها مواد حافظه. بس هي دي يعني محتاجين نعمله. بس بصراحه سهل، ولا نقعد بقى نسلق ولا بتاع، هو كده منه فيه مسلوق وظريف، فيشجعك ان انت تعملي طبق سلطه على طول. فاحنا معانا كوبايه من الحمص المسلوق، معايا برضو زيتون اسود متقطع شرايح، زيتون اسود ظريف جدا، كوبايه من الطماطم المتقطعه مكعبات، فلفل الوان او ممكن فلفل رومي اخضر بس زي ما تحبي يكون برضو متقطع مكعبات، معانا بقدونس شويه بقدونس كتير كده مثلا برضو حسب ذوقك. محتاجين بقى ايه؟ نعمل الدريسنج يعني التافه جدا للسلطه الحلوه دي، عصير ليمون، زيت زيتون، ملح وفلفل، بس كده ولا اي حاجه تانية، ويطلع لذيذ قوي قوي. تقدري تضيفي له اي حاجه تانية، خضروات تانية تحبيها مفيش مشكله. لو بتحبوا المشروم ممكن نقطع المشروم بس يتغسل بقى، في الحاله دي نغسل المشروم كويس قوي وننشفه كده بفوطه ولا بمنديل ونقطعه ويتاكل ني معاه، حلو برضو جدا. او ممكن كمان نضيف معاهم ذره صفراء، ممكن نضيف معاهم فاصوليا حمراء، والذره الصفراء والفاصوليا الحمراء نفس حكايه الحمص، بيتباعوا برضو في السوبر ماركت كده، هتلاقيهم في كان صفيح، لطيفه جدا. اعملي معاهم نفس الحركه، شطفه خفيفه بس تحت الحنفيه، فتبقي كترتي محتويات السلطه اكتر. ممكن كمان تحطي خس، ممكن تحطي جرجير، يعني بصوا سلطه ظريفه جدا. انا هحط الحمص والزيتون والطماطم، فلفل الالوان او ممكن الفلفل الرومي الاخضر بس زي ما تحب، والبقدونس كده. الله الله على ريحه السلطه، ريحتها تجنن. هنقلبهم بس كده ونحضر الدريسنج. بصوا جميله ازاي، الوانها كلها شهيه جدا. وممكن برضو مع نفس السلطه دي تحطوا حتت من الجبنه، اي جبنه تحبوها، ممكن جبنه فته متقطعه مكعبات، ممكن الجبنه اللي هي الاسطنبولي برضو متقطعه مكعبات، براحتكم. نحط كده السلطه ونحضر الدريسنج اللي احنا اتفقنا ان هو عباره عن ليمون، زيت زيتون، وملح وفلفل. نحضرهم هنا كده، نحط ليمون، ليمون، ملح وفلفل، ملح وفلفل، وزيت زيتون. نقلب الكلام الجميل ده ونقوم حاطينه فوق السلطة وبس خلاص. طبعا زي ما دايما بقول لكم واحنا بنعمل سلطه، دايما الدريسنج ده يتحط على السلطه قبل الاكل على طول، مش نحطه ونركن السلطه بقى على ميعاد الغدا فنلاقي الخضار كله دبل وبقى مش حلو. لكن انت حضري الدريسنج ده وافصليه لوحده لغايه قبل الاكل. يلا بقى نحطه كده. يا سلام يا سلام. بس ندي بقى تقليبه حلوه كده للسلطه علشان الدريسنج يدخل جوه كل الحاجات، وبالهنا والشفاء ان شاء الله يا رب تعجبكم. خطيره. خلصنا الحلقه، عملنا ايه النهارده؟ عملنا اول وصفه مع بعض كبسه الفراخ، وصفه حلوه جدا وسهله قوي، ما فيهاش حاجه، انا عاملاها باسهل طريقه كله مع بعضه، مش محتاجين يعني ايه ناخد وقت فيها بقى ونعمل معرفش ايه لوحده وايه لوحده، لا الحكايه كده بسيطه وطعمها حلو جدا فجربوها. والوصفه الثانيه عملنا بان كيك البطاطس على الطاسه كده، برده وصفه ظريفه جدا، حشيناها جبنه، ممكن تحشوها بسطرمه، ممكن تحشوها لحمه مفرومه، او حتى ما تحشوهاش خالص بتبقى برده لذيذه جدا. واخر وصفه سلطه الحمص بالزيتون والخضار، سلطه جميله جدا شهيه طعمها لذيذ اخر حاجه. جربوها وقولوا لي ايه رايكم، واشكركم جدا جدا ان انتوا تتفرجوا عليا وتابعوني كل يوم الساعه 1 على قناه النهار، ويوم السبت والحد والاثنين بنكون معاكم على الهواء. باي باي.